لكن انما هو ده الحفاظ على قيمه النادي الاهلي، هي دي قيمه النادي الاهلي القابله للنمو باستمرار بين يوم ويوم. مش ده الموضوع، انا بتكلم بقى على فكره القبله اللي فجرت كل المشاكل. انا هعتبر ده او هو بالفعل مشاعر شخصيه. انت مال سيادتك؟ واحد بيبوس واحد، واحد هيبوس على راس واحد. عايز اعرف على المستوى الشخصي والمستوى الانساني ومستوى المشاعر الشخصيه بين الاشخاص، ده يضايق الناس في ايه؟ لو كنتوا فاهمين ان بطاقه التموين لازم يتوزع عليها بوسه كمان يبقى ده كلام تاني خالص. لكن فكره العلاقات الشخصيه بين الاطراف بما لا يجير على الحقوق، ما تقالش ان انا هبوس علشان هدي الاهلي حاجه زياده، او هبوس عشان هبخس حق التاني بقيمه كذا. ليه بنحاكم مشاعر الناس؟ انتوا مين؟ انتوا مين عشان تتدخل في اطار علاقه شخصيه لواحد بيقدر واحد، واحد بيحترم واحد، واحد شايف ان ده قيمه يستحق ويحتاج ان انا فعلا احتضنه واقبله واعبر له عن مشاعر تقدير وفرحه وسعاده. لا، هي مفهومها ان كيان بيحترم كيان. طيب كيان بيحترم كيان له قيمته. هذا لا يجور على بقيه الكيانات. نادي الزمالك نادي محترم، ونادي الاتحاد نادي محترم، ونادي الاسماعيلي وكل الانديه انديه محترمه. أن يعبر رئيس شركة تسويقية مهمة جدا عن تقديره لرئيس نادي كبير، عايز أعرف اللي بيتكلموا حضراتكم نصبتوا من نفسيكم قضاء على مشاعر الناس بأمارة إيه؟ بتحاسبوا الناس على مشاعرها الشخصية في تقديرهم للأشخاص بأمارة إيه؟ أفهم إن أنتوا تتكلموا على أرقام، أفهم إنك أنت تقول لي النادي ده النادي ده يستحق إنه يكون قيمته كذا، انت اديته كذا، انت ظلمته، اقول لك روح انزل السوق وان شاء الله تجيب مليار، يبقى ده سعرك وده ثمنك وده حقك. لكن بنحتكم الى اليات سوق وترجع تحاسب الناس وتفضل عامل لي دوشه وعمال تمر على كل القنوات ومش هنسكت ومش هنسمح، وازاي يبص راسه؟ يعني انا افهم حاجه، ده مضايق الناس في ايه؟ ايه المطلوب؟ كابتن احمد حسام ميدو وهو واحد من النجوم اللي احترفوا في عدد كبير من الانديه الاوروبيه ويعلم قيم السوق وحقوق التسويق، وهو نفسه في اي نادي كان بيلعب فيه القيمه التسويقيه بتاعته اعلى من ناس اقل منه، وايضا قيمته التسويقيه في ناس كانت اعلى منه، والنادي اللي كان بيلعب فيه غير بقيه الانديه، وكان عليه حقوق تجاريه في ذات المرات فرضت عليه عقوبه علشان ما حضرش مؤتمر اعلاني للرعاة بتوع النادي. يعني الراجل عنده من الخبرات الاحترافية التسويقية ما يكفي. نشوف أحمد حسام في المرة الأخيرة في صدى البلد كيف تحدث عن هذه القبلة. ماشي، من حقك ان انت تفرح ان انت في يوم من الايام بقيت الراعي للنادي الاهلي، واي حد من حقه ان هو يفرح ان هو يبقى الراعي الرئيسي للنادي الاهلي كرئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن. تمام. ولكن انت النهارده انت راجل ممثل للدوله. ليه؟ لان برزنتيشن بتمتلكها الدوله بالكلام اللي قاله هاني ابو رده في اتحاد الكوره. ايوه، هاني ابو رده بعد كاس العالم قال في اتحاد الكوره ان برزنتيشن بتمتلكها الدوله. تمام. احنا النهارده مش عايزين نستنسخ اهرام ثانيه، مش عايزين نستنسخ شركة تانية بترعى نادي وتتبنى مصلحة نادي لصالح النادي وحده دون ان هي ترعى مشاعر جمهور. انا بقول لك ان هو اكتر من جمهور النادي الاهلي. ماشي، جمهور النادي الاهلي اكتر، لكن لو جيت النهارده حكمت بعدد جمهور نادي الزمالك جوه مصر وبره مصر، صدقني ان جمهور نادي الزمالك التوتال اكتر من جمهور النادي الاهلي. هي دي حاجه من الصعب حسابها، لكن زي ما انت قلت مختلف عليها يعني هنا وهنا. لكن انا شايف ان مرتضى منصور لازم يفسخ عقد برزنتيشن مع الزمالك فورا. لو هو راجل بيبحث عن مصلحه الزمالك. ده فورا، لان اللي محمد كامل عمله امبارح فضيحه. فضيحة. وما يتبع ده من غرامات ممكن على الزمالك؟ يا فندم لا، يفسخ العقد حالا. لأن اللي عمله محمد كامل امبارح فضيحة يحاسب عليها. ده رأيي. لو أنا رئيس نادي الزمالك بكرة الصبح أصحى أفسخ العقد مع برزنتيشن. مرتضى منصور ممكن يبقى ليه حسابات تانية، رغم إن أنا عارف إن مرتضى منصور ورغم اختلافي معاه
كل حاجه بيعملها في كلامه وفي غلطه في حازم امام وكل كل حاجه غلط. انا معترض على كل قرارات مرتضى منصور الا ان انا بقف معاه لو فسخ عقده مع برزنتيشن. لازم انا رايي ان هو لازم يفسخ عقده مع برزنتيشن. اللي عمله محمد كامل امبارح في النادي الاهلي وبكائه وتقبيل راسه للخطيب معناه محاباه الدوله للنادي الاهلي. طيب هو على فكره كان ازاي نخلق مشكله ونصدر ازمه لمحمد كامل؟ الراجل ازاي يعبر عن مشاعره ويبكي؟ ازاي يفرح بصفقه كبيره جدا شركته وكل الشركات سعت اليها فترات طويله واقحام الدوله واستنساخ الاهرام، مع ان احنا قلنا كتير انتوا شفتوا الاهرام كان بياخد العقد بكام بيكسب من وراه قد ايه؟ يعني اللي بيرتبط بالنادي الاهلي هو اللي مستفيد. صله ارتبطت بالنادي الاهلي وسعت ان هي تجدد عقدها مع النادي الاهلي بضعف القيمة. بضعف القيمة. هي الصلة دي مش شركة سعودية؟ ايه علاقتها بالدولة؟ العقد تضاعف سعت اليها انها تكسبها. دي الحقيقة اللي انتم مش عايزين تعترفوا بيها. دي الحقيقة المرة في حلوق هؤلاء، انه الاهلي قيمته التسويقية جذابة جدا. جذابة بمعنى انها تجذب كل الشركات المعنية وشركات التسويق انها ترتبط بيها. من هنا كانت فرحة الاستاذ محمد كامل، وانه بيقول كل العقود اللي عملناها بندفع ان الاوان ان احنا ناخد، ان الاوان ان الشركه فعلا تشعر ان هي هيجي لها دخل كبير من وراء رعايتها للنادي الاهلي. لكن مشاعره الشخصيه هي فين المحاباه؟ هو كان حابب النادي الاهلي فيه؟ ايه اللي عمله من محاباه للنادي الاهلي في عقد كان ب 500 بقى ب 520، وكانت الاهرام والاخبار منتظرين، وكانت وكاله أو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بما ليها من حقوق تسويقية جاهزة إن هي تسوق حقوق النادي الأهلي ويكسب النادي الأهلي ربما أكتر. مؤكد كان هيكسب أكتر. يعني بس كان عايز خبرات أكتر. يعني النادي الأهلي مش ماسك حقوقه واقف بيها على باب السيدة مستني حد يعطف عليه. لا، النادي الأهلي قيمة تسويقية كبيرة يسعى كل هؤلاء للارتباط بيها والاستفاد من قيمتها وحقوقها التسويقية. فين المحاباة اللي ممكن شركة من شركات الدولة تنحاز فيها للنادي الأهلي؟ والأمر كان من خلال ممارسة محدودة بين كل الأطراف، سعى الكل أنه يستفيد من وراها. إنما فكرة الزمالك من حقه يفسخ، إذا كان القانون بيديله من الحق يفسخ، ما حقه يفسخ. الأمر يخصه هو مع الشركة الأهلي، ما هوش طرف. يفسخ يفسخ. إذا كان شايف القائمين عليه شايفين أن ده مصلحته، مصلحتهم يفسخوا، مصلحتهم يتعاقدوا هنا وهنا، أمر لا يخص النادي الأهلي ولا يعنينا على الاطلاق التحدث فيه. احنا بنتمنى للزمالك ولكل الانديه كل الخير، لانه في الاول وفي الاخر ده لمصلحه الكره والرياضه في مصر. لكن الزج بالنادي الاهلي واحنا باستمرار ندخل النادي الاهلي طرف في الصراع لدرجه نحاسب الناس على مشاعرها الشخصيه لما تعبر عن تقديرها للنادي الاهلي، محدش يتكلم فعلا. والمهندس هاني ابو ريده بيدعم رئيس نادي الزمالك وبيقرصه من خدوده وفرحان انه كسب بطوله. ما طلعش النادي الاهلي ساعتها وقال اشمعنى ما عملتش معاه كده وانت بتديني درع الدوري؟ النادي الاهلي ما عملش كده وقال لك ده كده انحياز من رئيس اتحاد الكره للطرف المنافس. مساله يعني ومش صغيره وشخصيه يعني وقليله جدا. واخشى ان هي تكون كل هذه الهبه وهذه الغضبه لهدفها الزمالك، ولا زعل على الزمالك ولا حاجه، ارضاء اطراف اخرى كانت ترغب وكانت تعتقد انه بانسحاب الرعاه الاهلي هيتازم ومجلسه هيهتز وهيقول الحقوني. الاهلي ما قالش الحقوني، الاهلي اشتغل بكل احترام وبكل ثقه في النفس وبكل خبراته قدر يعيد تسويق حقوقه. ميدو اللي قال الكلام ده هو ميدو اللي قال قبل كده كلام مهم شفناها الحلقه الماضيه، لكن نذكر بيه دلوقتي لانه وقتها من سنتين كان ميدو عارف قيمه الحقوق التسويقيه للنادي الاهلي عامله ازاي. تخيل انا تطلب مني مجهود قد ايه عشان اوصل لمرحله ان انا نفسي اوصل لمرحله النادي الاهلي، ومش عيب ان انا اتعلم من المنافس بتاعي او ده انا اتربيت عليه في اوروبا. طبعا النادي الاهلي سبق النادي الزمالك في حاجات كتيره جدا، منها القناه الخاصه بتاعته، منها التسويق السليم، منها السيستم اللي هم ماشيين عليه. وده بيرجع لحاجه واضحه وصريحه وهي الثبات الاداري.
بيعود ان انت باني منظومه صح ولا لا صح. وهو ده سر نجاح النادي الاهلي في وقت النادي الاهلي. لو جينا شفنا مع احترامي الكبير مفيش فروقات فنيه بينه وبين انديه مصر كلها اللي تخليه يتفوق كل التفوق ده عن الانديه الثانيه، لكن بسبب ان في منظومه في سيستم وبتسلسل بشكل احترافي كبير. انا امنيت حياتي ان احنا نادي الزمالك نوصل للشكل ده. طب يعني اذا هي لحظه كلها مشاعر، يعني هو المؤسس الاستاذ محمد كامل في مشاعر خاصه بالصفقه التي تمت وفرحته بها، اتصرف بطريقه فيها تلقائيه تلقائيه اعرب فيها عن فرحته بهذه الصفقه، ما راحش علشان يعني شاب جنح وراح يبوس نجمه المفضل. كمان الكابتن ميدو في لحظات الاحترافيه بقى لما بيقعد يدي اللي انا بيعجبني كلامه بقى، هو يتحدث عن الاحتراف ويتحدث عن اداره الكوره عن طموحه هو بالنسبه لكره القدم، بتشعر انك اذا راجل محترف بيتحدث الحقيقه. هو كمان كان تحت وطئه انفعال، كان متاثر جدا ربما زي ما انت بتقول، كان كل التوقعات بتقول الاهلي سيعاني في الملابس وسيعاني في الرعايه، في اسبوع واحد يعمل عقدين افضل من اللي كانوا يعني كانوا موجودين. دي مشاعر مش هناخدها في اكتر من كده، لان في قراره نفسه الكابتن ميدو يشعر ان لا، الاهلي قيمته التسويقيه هي اللي بتؤدي الى هذه الارقام وهو يعلم هذا يعني. انما عندنا الاستاذ محمود معروف ايضا يتحدث عن القبلة اللي كشفت كل السيناريوهات. شوف هيسيب الدنيا نشوف الاستاذ محمود معروف. بص يبص راسه يبص ايده يبص رجله، هو ده تصرف شخصي. لكن احنا اتربينا من صغرنا نبص ناس يعني ذوي ال 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 المهابة. ابوس راس الشيخ الشعراوي، ابوس راس الدكتور احمد الطيب، ابوس راس البابا تودروس، يعني شخصيات يعني. لكن انا كرئيس شركه بترعى الكره المصريه، اتحاد كره المنتخب المصري، الاتحاد والانديه، منتخب مصر نمبر 1 نمبر الاول اتحاد الكوره، ممكن زي ابوه يعني، وادخل بنضاره حمراء وجزمه حمراء وقميص احمر وكرافطه حمراء. كويس ان ما راحتش سكرتيره، كانت راحت بفستان احمر يعني لازم راحت سكرتيره، في موظفين بفستان احمر برضه. يعني انا بقولها طبعا لا هو مزاحا يعني، لا راحوا. فانا النهارده استاذ محمود عايز يحدد تبوس راس مين وما تبوسش راس مين. ابوس راسك والنبي، نحاول نحط الامور في مكانها الطبيعي. ابوس راسك، انا شخص بيقدر شخص، هو انا لسه همشي بورقه ابوس الشيخ احمد الطيب وابوس الانبا تودرس وابوس فلان فيما عداهم لا، البوس حرام. لا والله يا جماعه، المساله اسهل وابسط من كده خالص. المساله ان انتوا فعلا مش عايزين الخير للنادي الاهلي، لقيتوها في هذه القبله، بقت هي ديت قبله الازمه يا باشمهندس. انت عارف انا لو متضايق منها امسك نفسي عشان ما تبانش عليا قوي كده. فطبعا لكن الاستاذ محمد شبانه كيف راه كيف راى الامر يعني. طيب المعترضين زملكاويه والزعلانين والغضبانين زملكاويه ورافضين القبله الشهيره زملكاويه. صديقنا محمد شبانه راجل زملكاوي، اختلفنا معاه في حاجات كتيره جدا، وارد ان احنا نختلف معاه في حاجات اكتر، لكن في هذا السياق هو تعرض لهذه القبله الشهيره برؤيته. نسمعه. يا عالم يا هو، بوسه 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 على راس الراجل، عملت كل ده يعني، مش مثلا حتى يعني حضنين، جاب مثلا ولاده واحتفل بيهم، راح له البيت، بوسه بوسه
بوسه. تخيلوا محمد كامل بس راس محمود الخطيب، ومش حتى مش دمع يعني، صوته عامل بس قال لك انا بصوا بقى انا هفسخ انا يعني. اذا ما كانش عاجب برزنتيشن يعني انتهى الموضوع، ولازم موقف حاد جدا مع برزنتيشن، ولازم موقف حاد جدا مع محمد كامل، ورعاية الزمالك مش عايزينها، وشركة عالمية جاية في الطريق على فكرة. يعني الزمالك انت عارفين الراجل رئيس النادي قوي جدا على مستوى العالم، يعني عمل تليفون امبارح بالليل، يعني البوسة كانت اول امبارح كانت الخناقة، النهاردة شركة عالمية ركبت الطيارة وجاية في الطريق، عارفين طوابير بقى واقفة يعني لرعاية نادي الزمالك الحقيقة، زي مانشستر يونايتد كده بالظبط حقيقة يعني. فبوسة يعني الحقيقة لما تفكر في الموضوع تلاقي نفسك يعني عايش في عالم سمسم بالظبط، أفلام كرتون، احنا ده فيلم كرتون. هي طبعا بيتحدث عن إطار المبالغة في التعليق على مشهد لم يستغرق لحظة، وفي كل الأحوال هو قال إن في عقد رعاية عالمي ينتظر نادي الزمالك. خلاص ربما خلينا ناخدها بالمحمل ده بقى، إن نادي الزمالك لقى فرصة أو سبب يحتج به إنه يفسخ عقده لأن عنده عقد أفضل. خلاص ماشي، وده له صلة. وده كلام له صلة. إنما كمان حتى الأستاذ فتحي سند، وهو راجل زملكاوي، وهو شيخ النقاد ومن عتات الزملكاويه بس دمه خفيف جدا، تعال نشوف برضو كيف رأى هذا الأمر. يعني لكن ظل برضو النادي الأهلي هو يعني الفاكهة بتاع أي شركة بترعى شؤون كرة القدم في مصر أو في الوطن العربي. وشوفنا بمو محمد كامل، ودي بتعبر بتلخص الحدوته كلها، ان ده كان حلم وكان امنيه، لانه اللي بيرعى النادي الاهلي الحقيقه بيحط في السي في بتاعته يعني بونت كبير جدا انه كان الى جوار هذه القلعه الكبيره. هو حقق مكاسب والنادي الاهلي حقق مكاسب، والكلام اللي قاله كابتن خطيب فعلا واللي قاله الاستاذ محمد كامل بيشير الى انه برزنتيشن دخل بيته اللي كان بيتطلع عليه وبيحلم بيه. نتمنى بقى انه ده ينعكس على الكرة المصرية والرياضة المصرية وعلى كل الأندية ان شاء الله، ودي خطوة من الخطوات الحقيقة اللي يعني ادت الى يعني رسم بهجة على بسمة الكرة المصرية، على اعتبار النادي الاهلي حضرتك هو يعني عميد هذه الأسرة وكبيرها، وعندما يعني ترعاه شركة مصرية بعد ظروف الناس كلها عارفاها، فأنا بعتقد إن دي حاجة هتكون مهمة جدا. يعني الأستاذ فتحي سند وهو راجل زملكاوي شايف إنه عقد بهذه القيمة يتفق ويتسق مع قيمة النادي الأهلي التسويقية، أن ينجز النادي الأهلي هذا الاتفاق وهذا العقد فده في مصلحة الرياضة والكرة المصرية، لأن استقرار الأهلي ماديا واقتصاديا هيصب بشكل مباشر في مصلحة الرياضة في مصر، وشايف أنه ده حق النادي الأهلي، وشايف أنه من الطبيعي أنه رئيس شركة يكون مبسوط وسعيد جدا بأنه عمل ديل بهذه القيمة مع هذا الكيان. من حقه فعلا أنه يفرح، ومن حقه أنه يعبر عن مشاعره وعن فرحته بأي طريقة يراها. خلي بالك أن الكابتن خطيب شده وبس هو يعني راح بس راسه. نقول بقى سر صغير وهو مش سر. ما هو الاستاذ محمد كامل كمان ممكن كان يستشعر وهو اثناء المفاوضات ان المجلس ده مش هيرحب قوي بالتعاون مع شركه برزنتيشن، على خلفيه تصوره من الاول ان العلاقه مش حميميه زي المجلس السابق. فوجئ ان الاحترافيه الكامله. وفوجئ ان لا بالعكس مصلحه النادي الاهلي تسبق كل شيء. هذا هو امتنان. ظلمتك انا بجد. لا هذا امتنان، هو اكتشف ان لا ده انا كنت خايف من حاجه مش موجوده. انا لا بالعكس شايف النادي الاهلي فير، شايف النادي الاهلي حقق لي، كان ما خدش مني موقف ولا حاجه، بالعكس هنا النهارده بقول لك احسن حاجه اتعملت ان برزنتيشن تمسك القناه، تمسك النادي الاهلي واتحاد الكوره. ليه؟ الكونفليكت او اختلاط الاوراق اللي كان بيحيرنا في المؤتمرات الصحفيه والغرامات اللي كانت بتتوقع النادي الاهلي، تعرض الرعاة، والحيره كانت في تعرض الرعاه.
لما كل الرعاة يبقوا مع بعض أعتقد أن هذه خطوة إحنا سيدي شايفينها ناجحة لينا. اللي عايز يحققها لنفسه يروح للشركات العالمية وربنا يوفقهم، ومش هنتغاظ لو عملوا أكتر من النادي الأهلي ولا هنزعل لو حد بس حد. لا مش هنتضايق يعني، إحنا خدنا حقنا غيرنا بقى ياخد حقه أكتر من حقه وأقل من حقه، دي لا يعنينا الأمر. هو ده النادي الأهلي، علشان كده السيمفونية التاسعة للأهلي كلام مهم جدا يسعد كل الأهلاوية. بعد الفاصل.